السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمعت يا شيخ مصطفى، أنا بقالي فترة كده بحس إن عملي مش مقبول مني، بدعو كأني بدعي كده على الفاضي، ما بحسش بالعمل اللي أنا بعمله. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تيأس من رحمة الله. إن شاء الله بإذن الله.